بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، انتهت أشواط الرموز في هذا المساء، أشواط المتعة والإثارة في سن المفاجآت، سن الحقائق، وكانت على الموعد في شوطنا الرئيسي الأول السعرة بشعار الزقيبة حاضرة ومنتزعة ومحققة الشلفة الفضية في أول الأشواط. الطائر خطف الخنجر وطار بالخنجر بشعار الشنجل محققا وفائزا بالشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. تهنئة لكل الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. أشكر زملائي المعلقين سعد بن متلع، محمد بن بريك. أتواصل في هذا الشوط الثالث ضمن الأشواط الرئيسية المسائية في هذا اليوم، ثاني أيام هذا المهرجان الكبير سيف أمير البلاد المفدى. ننطلق مع هذا الشوط، الشوط الثالث الخاص بالإبكار. جائزة الشوط نيسان باترول ستيشن تيتانيوم كهدية لصاحب المركز الأول. جوائز النقدية قيمة حتى المركز العاشر. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ هنا مع المسافة الأربع كيلومترات مع هذا الشوط. متعبة على المركز الأول، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل على المركز الأول. المركز الثاني قزوين عليها الرقم واحد وشعار فران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. المركز الثالث هناك الشعار الأصفر هنا بالنجوم السوداء المنطلق بالمركز الثالث. انتقل إلى المركز الرابع، شعار الهديفي على المركز الرابع، اشتعال حمد بن غانم بن سلطان الهدف الكواري. المركز الخامس، المركز الخامس في هذا المسار في هذا الانطلاق، شعار صالح بن علي بن حسين بسيقان المري مع المركز الخامس، يتقدم مع توق على المركز الخامس. أسماء قادمة منطلقة في هذا الشوط، الشوط الثالث ضمن الأشواط المسائية، شوط رئيسي يعتبر. كل الأشواط المسائية لها سيارات وجوائز نقدية قيمة في هذا المهرجان الختامي الكبير. الله، نعود إلى الهديفي، إلى الهديفي بطل من أبطال هذه الرياضة العربية الأصيلة. ينطلق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري مع المركز الأول مع اشتعال على المركز الأول بمتابعة زيب محسن المري مع المركز الأول. لكن المركز الثاني يصل شعار الإمبراطور مع خود، خود عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري مع المركز الثاني. ينطلق شعار الإمبراطور على المركز الثاني. قزوين من الجانب الآخر تتواصل فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. المركز الرابع، المركز الرابع هناك من الجانب الآخر المحتلة للمركز الرابع المنطلقة والمندفعة. المركز الرابع زود عبد العزيز بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي مع المركز الرابع. المركز الخامس متعبة، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل. لكن نعود إلى الهديفي، الهديفي مع المركز الأول. الهديفي اشتعال، الهديفي اشتعلت اشتعال في هذا الشوط، شوط النيسان باترول ستيشن تيتانيوم. الله، لكن الامبراطور قادم، الامبراطور قادم على المركز الثاني. محمد بن علي بن قريع مع خود على المركز الثاني، شعار الامبراطور. وقزوين قادمة بالمركز الثالث، قزوين فاران بن عتيق بن محمد آل بريد، وهنا شعار عبد العزيز بن حمد بن عبد الهادي البريدي مع زود على المركز الرابع. يتقدم شعار بن جهويل مع متعبة. لكن الهديفي، الهديفي بطل من أبطال هذه الرياضة، داعم داعم داعم. وهنا تتقدم اشتعال، اشتعال الهديفي.
المركز الأول ينطلق هنا الهديفي مع المركز الأول اشتعال. ماذا تنتظر يا زيد؟ اللحظات الأخيرة اشتعال الهديفي على المركز الأول. الإمبراطور حقق الشوط وأفضل توقيت في صباح هذا اليوم مع متعب، لكن الهدافي وخود وقزوين مع المتمكن على المركز الثالث، لكن الهدافي بطل من أبطال معاذر يحضر في هذا الختامي الكبير. الهدافي مع اشتعال معاذر، السلام لمعاذر مع اشتعال. تهانينا يا الهدافي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، تهنئة لمن قدمها وضمرها. زيد بن محسن من ديلة، تهانينا والناموس. المركز الثاني خود عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. المركز الثالث وصلت قزوين لفرام بن عتيق بن محمد آل بريد المري. المركز الرابع متعبة سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد. المركز الخامس قبول لراشد بن بطي بن محمد الحسنى المري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، تهنئة لمالك اشتعال حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري الذي حقق السيارة نيسان بترول ستيشن تيتانيوم. يستحق الناموس الهديفي ويستحق التحية محققا أفضل توقيت مع اشتعال. 5:51 9 أجزاء من الثانية. تهنئة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على تحقيق الناموس، وتهنئة لمن قادها زيد بن محسن بن نديلة. تهانينا والناموس، تهنئة يا أبو فريح. أيها الأخوة المتابعون المركز الثاني نتابع خود. 5:52 وفاء وتماما وكمالا، تهنئة لمالك خود الإمبراطور وهنا شعاره وعبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث 5:52 9 أجزاء من الثانية. هذه قزوين تعود ملكيتها لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري